طب مرحبا بكم ومرحبا بكل السادة المستمعين وبكل مواطني جهة زهوان وبالمواطنين التوانسة الكل. احنا كنا للتو في جلسة مميزة وخاصة تتعلق بموضوع انتشار الكورونا بشكل لافت في الأيام القليلة الماضية في ولاية زهوان وخاصة في معتمديتي الناظور وصواف، حيث حصرنا في نهاية المطاف 4 بؤر، وبالتالي خذينا قرار بالإجماع بكافة أعضاء اللجنة الصحية والأمنية والسلطات الجوية بطبيعة الحال بغلق 2 مناطق اللي هي زبدين والفريجنية في صواف، وغلق تام كل المؤسسات العمومية، المساجد، المدارس، المؤسسات التربوية، المقاهي، المطاعم وكل الفضاءات العامة. وكلفنا الأمن باش يقوم بتطبيق الإجراءات تطبيقا صارما، وكذلك التزمنا احنا كسلطة عمومية جهوية بالتعاون مع السادة رؤساء البلديات والسادة المسؤولين في الشؤون الاجتماعية والتضامن للتكفل بحاجية الناس المحتاجين في هذين الجهتين، في جهة الزبيدية وفي جهة الفرجنية، هذا إذن على المستوى العام. وتم الاتفاق على العمل بصرامة وبدقة وبحرص من كافة المتداخلين بما فيها الفعاليات المجتمع المدني على التطبيق الصارم والأمين للبروتوكولات الصحية، هذا في الجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال يتعلق بإمكانية أخذ إجراءات استباقية تتعلق بجهة زهوان، نحب نذكر أولا بالقانون، القانون يسمح لنا بذلك، ولكن مراعاة مصالح الناس تقتضي أن نتريث شوية في القرار هذا، نتشاور مع السلطات المركزية مع الحكومة بالتحديد وزارة الداخلية لك أساسا برئاسة الحكومة، وهذا وارد على كل حال. إذا كان ظلت المؤشرات مرتفعة رانا باش نمشيو في قرارات استباقية تم جهة زهوان كما يقضي به القانون نتاع الطوارئ نتاع 72 خاصة الفصل الرابع اللي يسمح للوالي باتخاذ مثل هذه الإجراءات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. شكرا.